مساء الخير، مرحبا بكم الناس كل معنا في عدد جديد من ناس نسمة نيوز. اليوم الثلاثاء 9/2016. سعر صرف العملات الأجنبية في بلادنا كان اليوم بالنسبة 1 دولار يساوي 2180 مليم، 1 يورو يساوي 2420 مليم. زوز أرقام يعكسوا الوضعية الاقتصادية للبلاد اللي يوصفوها الخبراء بالصعيبة والحرجة. نفس التوصيف كان استعمله رئيس الجمهورية البلجي قايد السبسي لإطلاق مبادرة تكوين حكومة الوحدة الوطنية، كنت تذكروا في شهر جوان الفارت. وضعية اقتصاد في بلادنا اليوم تعرف من جهة تراجع في نسب الاستثمار في مؤشرات النمو، لكن تعرف ارتفاع في نسبة الاقتراض، في نسبة المديونية من جهة أخرى، آخرها قرض تم الإمضاء عليه الأسبوع الفارت بقيمة 500 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي وسط كل هذا وفي وسط كل هالمؤشرات الاقتصادية الخطيرة، يواصل يوسف الشاهد رئيس الحكومة المكلف مفاوضاته مع الأحزاب والمنظمات المجتمع المدني لتشكيل فريق وزاري مهمته الأساسية الخروج بالبلاد من أزمتها المالية والاقتصادية. فستكون مهمة الشاهد ومن سيمسكون بالملف الاقتصادي في حكومة القادمة مهمة سهلة، وما المطلوب لإعادة اقتصاد البلاد إلى المرحلة الآمنة. الحديث أكثر في هالمواضيع نستضيف السادة عياض اللومي الخبير المحاسب ورئيس الشرفي لهيئة خبراء المحاسبين، ومعز جودي الخبير الاقتصادي. مساء الخير، نورتونا فيك سي عياض. مرحبا سي معز، وكالعادة رفقنا خليفة بن سالم لتحليل كل المواضيع. خليفة مساء الخير. مرحبا. من غير ما تنسى ونت نسمع معايا مين مع 7:30، والأخبار تأتيكم مع فدوى التركي مع 8:15. ضيوفنا الكرام مرحبا بكم مجددا. خليفة، قبل ما نبداو نحكيو على الاقتصاد، شوفوا التقرير الأول، فما صورة تأتينا من قصر قرطاج، صورة اليوم ماذا بيا تعليق عليها باش نبداو بها. الدورة 34 لرؤساء البعثات الدبلوماسية الدائمة والقنصلية اليوم، هذه صورة سيد الحبيب الصيت ويوسف الشاهد وهما داخلين للاجتماع. تعليقكم على الصورة، فيها رمزية كبيرة سعية في قولك يعني؟ والله الصورة طبعا بقطع النظر على الانتقادات والموقف السياسي من صورة، أنا شخصيا لقات استحساني، وداير ما غير ما نعرف اللي انت باش تعلق عليها اليوم، وحكيت عليها جيم في السيت نتاع الرئاسة. يبدو أنه طبعا الإعلاميين اختاروا حتى اللبسة بتاع زوز رؤساء حكومات، وهو مشهد من حقنا ونكونوا فخورين به مهما كان الخلافات السياسية والتجاذبات. تالنت تشالنج، رئيس حكومة خارج ورئيس حكومة داخل، وتسليم مش على الشباب، معناها قد ما عندنا باش ننتقدوا، الصوره هذه ما تنجم تكون كان ايجابيه. معز، يعني مقارنه بالوضع في الدول اللي صارت فيها ثورات عربيه، يعني ليبيا، مصر، سوريا، هذه الصوره يعني ما فيها شويه امل، فيها برشا امل. صوره حلوه ياسر، صوره معبره، قولوها بكل موضوعيه، صوره هي في حد ذاتها تلخص هالمسار اللي شدناه واللي عشناه في تونس منذ 14 جانفي 2011 بالهزات نتاعو، خاطر اون ايو ان باركور اون دون دو سي كيما يقولوا. فما فترات كانت فترات ايجابيه في البناء الديمقراطي، وفما فترات اخرى سيئه على المستوى الاقتصادي على المستوى الامني. لكن هالصوره هذه معناتها فيها اول حاجه سي الحبيب السيد يمثل الكوميد ليتا، معناتها الاداره التونسيه والكفاءه تاع الاداره التونسيه، ولعب دوره الى حتى اخر لحظه. ويوسف الشاهد يمثل الجيل الجديد كما يقولوا، معناتها لا غوليف ولا نوفيل جينيراسيون، ويمثل معناتها الشاب التونسي اللي جاء بعد الثوره واللي عنده مستقبل سياسي باش يلعب، وعنده دور كبير ياسر. اك الباساج دو غولي وك الصوره وزوز يضحكوا متفاهمين مع بعضهم، معناتها حلوه ياسر ومعبره. نقولوها بكل موضوعيه. خليفه، وراهم باب محلول، يعني حتى باش ندخل تو في التفاصيل، اللي بالحق مصور القصر، يعني الشخص اللي في الصوره الا فريمون شوزي الفريم، يعني اللحظه نتاع خليف نتاع حبيب السيد جا كان حلو شويه صوره، سابق بخطوه يوسف الشاهد، فما كما قال معز في نفس اللحظه فما ابتسامه، فما الباب محلول، وراه يعني اون بو فوار يعني لا فوتو من برشا زوايا. هو مؤكد، شوف ثم حاجه تقريب مش تبدو تقليد معقول، هو قضيه الانتقال السلس للمشهد الحكمي في البلاد، وهذا مهم جدا. أيا كان انتقال من الأحسن إلى الأسوأ، من الأسوأ إلى الأحسن، ثم كثير من العثرات، ثم كثير ما يقال في المرحلة هذه من حكومة سيد الباجي قايد سبسي الأولى إلى غاية حكومة سيد الحبيب السيد الآن، ثم ياسر كلام يتقال. ولكن على كل حال يجب نقطع الطريق أمام كل تأويلات أو كل مسارات أخرى من التفكير والتأويل والإيحاءات، كونه إذا فشلت التجربة الديمقراطية ثم خيارات أخرى سيئة. علينا أن نتشبث بالتجربة الديمقراطية وتو نلقاو حل. صحيح ثم مجال كبير ياسر نتاع التشاؤم،
الوضع الاقتصادي، وكان يستدعين السادة الخبراء وأهل الذكر في الميدان الوضع الاقتصادي، معيشة الناس غيرها، أما ما لازمش تبقى الأمور في التصاور. خد جات حكومة مشات حكومة زاد الحقيقة، شفنا ياسر ناس تضحك، من حمادي جبالي سي الباجي قايد سبسي سي علي العرايض سي مهدي جمعة، ضحكوا جماعة كلها وتصوروا مع بعضهم وتفردوا هما في التصاور، ولكن الحلول في المقابل غير موجودة. زاد ما قدوش نسوقوا في كاستينج متاع من هو الوزير اليوم، زاد نمشيوا للعمل، لازم يعطيوا صورة أخرى إيجابية أنهم يقدموا حلول فعلية وعملية لشعبنا. الحلول الفعلية والعملية مطالب أن يلقاها الفريق الحكومي اللي قاعد يشكل فيه حاليا من خلال المفاوضات المتواصلة ليومها السادس اليوم في قصر الضيافة بقرطاج ليوسف شاهد رئيس الحكومة المكلف. في التقرير الأول سنعود إلى أبرز ما كتبته الصحافة التونسية حول الموضوع الاقتصادي، ثم نفتح أكثر النقاش هنا في البلاتو. من أول ما تم تكليفه بتشكيل حكومة وحدة وطنية أعلن يوسف الشاهد عن أولوياته وين جاء فيها العامل الاقتصادي في المرحلة الرابعة بإعلان التحكم في التوازنات المالية. لكن اليوم نلقاو إلى المؤشرات الاقتصادية في البلاد وصلت لمرحلة الخطر حسب الإحصائيات الأخيرة، الأمر اللي خليها من ضروريات المرحلة حسب ما ورد في جريدة الصباح، ونتأكد على إجبارية إعادة الاعتبار للدينار وإعطاء ملف الاستثمار أهمية بالغة من خلال مراجعة مشروع مجلة الاستثمار وإدخالها حيز التنفيذ قبل غرة جانفي 2017، خاصة كي نلقاو إلى عدد الشركات الأجنبية المغادرة لتونس يبلغ 400 شركة سنويا منذ سنة 2011، الأمر اللي تسبب في فقدان 13,000 موطن شغل سنة 2015 حسب ما ورد في جريدة المغرب، اللي في المقابل تحثت على نسبة تقليص الفايدة في الضمان الأمريكي من 2% إلى 1.4% بالرجوع لتصريح وزير المالية الأخير سليم شاكر، وين يقول إنه سمعة البلاد الطيبة هي اللي ساهمت في هذا. وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن ملف حارق يطرح نفسه بقوة وهو أجور الموظفين، ونتأكد جريدة المغرب أنه فما تخوفات من عدم خلاصها وهذا مشروع أمام وضعية البلاد الاقتصادية الصعبة، فالأجور تحتكر 44.4% من توزيع ميزانية 2016 اللي قيمتها 29,250 مليون دينار. مسألة أخرى هامة وهي قفة المواطن وغلاء المعيشة اللي وصفتهم جريدة الشروق بالأخطبوط المتغول، وطالبت يوسف الشاهد بنظرة عاجلة في هذه المسألة كيف ما أشارت الجريدة في نفس المقال. لعدم تعريج الشاهد في تقديم أولوياته على معاناة المواطن ومقدرته الشرائية المدنية، أما موقع تونيزي تيليغراف فقدم بالأرقام التحديات اللي تستنى في يوسف الشاهد سنة 2017 ونوصفها بالأصعب منذ سنة 1986، بما أنها بتشهد عجز يوصل 9%، الأمر اللي من شأنه الدفع المزيد للاقتراض من الأسواق الخارجية بما قيمته 8871 مليون دينار وفوائد كبيرة، وهي كلها أرقام ومطالب تبقى معلقة إلى حين الانتهاء من مسلسل المشاورات ثم الاتفاق على الحكومة وفي مرحلة أخرى المصادقة عليها إلى حين انطلاق عملها، وأكيد يلزم هذا الكل يصير بلا مشاكل حتى نبدأ وننظر للوضع الاقتصادي ونحلوه. إذا لا يغيب الوضع الاقتصادي عن الصحف سواء كانت إلكترونية أو ورقية في بلاد. نبدأ بك سياد اللومي، كان تسمع الخبير المحاسب ورئيس الشرف في هيئة الخبراء المحاسبين منذ انطلاقة حكومة الوحدة الوطنية، نذكروا حتى سيد باجي قايد سبسي في حواره يوم 2 جوان الخميس 2 جوان كان انطلق من ان دياغنوستيك ايكونوميك، ما حكيش على أزمة سياسية حكي على أزمة اقتصادية، ومن هنا نادى لها الحكومة الوحدة الوطنية. لكن الحبيب الصيد اليوم تجديد الثقة وصاحب الثقة منه في البرلمان منذ أكثر من أسبوع تحدث أنه بلهجة مخالفة لهجة رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يقول الوضع كارثي الوضع صعيب، حبيب السيد قال ليه واستعمل توصيف طيارة أوكي ما هيش كما نحبه فما لمبات حمر أمش باش نطيحه. يعني وين أكثر اليوم حبوا نعرف ونفسر للعباد وين وضعنا الاقتصادي كما وصفه الرئيس وحتى في لقائته مع الصحفيين لقائات عديدة جمعته كان ديما يركز على النقطة هذه، وإلا كما وصف رئيس الحكومة اللي يدير حاليا حكومة التصريف الأعمال اللي مبسط الأمور ومسهلها أكثر. بارك الله فيك. قبل كل شيء يعني نحب نوضح شيء، عديد المشاهدين يمكن يعرفوني بصفتي السياسية من جدي وأني نبين وأني اليوم حاضر بصفتي كخبير اقتصادي واضح. ولهذا بقطع النظر على احترازاتي والمساحة النقدية اللي عندي من مبادرة السيد رئيس الجمهورية، وهذا ربحناها احنا بعد 14 جانفي وانه الناس كل تحت رايها، انا نراه انه لابد من نظر للمستقبل. اليوم عندنا رئيس حكومة مكلف ونقول شنو هو اللي يلزمه يعمل وشنو هو اللي
المطلوب منه لنجاح هذه الحكومه اللي هي حكومه تونس في النهايه. لنجاح انا ببساطه ما كاين ما نقول لا رئيس الجمهوريه لا رئيس الحكومه، الوضع بالفعل كارثي كارثي، و2017 هي سنه صعبه جدا جدا جدا. نعطيك رقم واحد، وانه الحجم المديونيه معناها سداد الدين اللي مطالبه تونس باش تدفعوا يعني تقريبا ثلاثة اضعاف ما ندفعوا حاليا، يعني نتحدث على 9 مليار دينار، اكثر من 60% منهم بالعمله الصعبه، مع انهيار العمله الصعبه معناها يمكن الرقم هذا بيزيد يكبر، هذا منين باش تجيبهم؟ فما ضغط على الميزانيه. ديما نرجع نقول راهو الازمه الكبرى ليست ازمه اقتصاديه فحسب، بل هي ازمه ماليه خاصه وازمه ماليه عموميه، معناها ببساطه الفلوس موجوده في البلاد لكن فما مساله حوكمه، فما نقص في الحوكمه باش هالفلوس هذه تدخل لخزينه الدوله وتدخل للمنظومه العاديه البنكيه وباش تستفيد منها المجموعه الوطنيه. فهذا شنو اللي عمل؟ هذا منين جاي؟ شنو الحل اللي يلزم يصير له؟ هو ارجاع الثقه بين المواطن وهيكل الدوله لا اكثر ولا اقل. ربما احنا اليوم النقطه اللي وصلنا لها لما لا نجم ننظروا لها بايجابيه، وانه ممكن تشكل انطلاقه جديده، لكن لابد من الاصداح بانه الوضع كارثي. تويك كيفاش باش تعالج؟ اذا كان باش نعالجوه بنفس الطريقه كما قال سي خليفه من هو الوزير وابتسامات وقتها راهو سعياف، خلينا نقعدوا في التشخيص في الجزء الاول. التشخيص انت بالنسبه لي كارثي وتاثيراته، يعني نزيدك رقم اخر، نسبه النمو اقل بكثير من اللي متفقين عليه، من التوقعات نتحدث على 2%، في حين وانه على الاقل احنا هما كي عملوا الميزانيه 2.5 او 3%، يعني لما انت تتحدث على 2 معناها يمكن دخلت الواحد. عندك موضوع الدينار اللي هو طاح، انا نقول راهو ماهيش عمليه ارتفاع للعمله الصعبه، عمليه تنزيل، ما نعرفش يوافقني الاستاذ اكسبري يعني فعلا هو طيح، وعندنا الرساله الخطيره اللي وجهها محافظ البنك المركزي ووزير الماليه الى كريستين لاغارد وقال لها فيها واني سارفع يدي على الدينار، يعني بلغة اخرى هو طيح في الدينار، والتطيح هذا مازال باش يتفاق ايه وين ماشي بشوي بشوي لهنا، يعني بالفعل لابد من مصارحه الشعب التونسي قبل كل شيء ونعطيه الارقام ونفهم روحنا علاش قادمين، والناس كلها كل يد اللي بدلوي، يعني وين موطن اثقال كاهل الميزانيه؟ فما ناس تقول لك الاجور حجم الاجور، بس يقول لك لا دخيل محدود الميزانيه. انا عندي قراءه، انا مثلا هاو من تو باش نبدا نفاجئ نقول راهو الحل ماهوش في الاجراءات اللا شعبيه ولا سي عياض، خلينا الحكومه هو ما حسين عنده ليلة خليفة منهجيه معينه. لا لا لانه خليفه اليوم كيتسال الاثقال، يعني يقول لك الدوله ليلة اليوم ونسمع معز جوست ما هو سويف شي معز اليوم انت كتبت على محافظ البنك المركزي اللي يزيد يضرب الشهريه نتاعو في 5، يعني المواطن كي يسمع هكا انه مسؤول في دوله يضاعف شهريته 5 مرات تبيع حسب معز، وهذا ما كتبته وانت ما عرفش مصادرك موثوقه ولا ليه، يقول لك الدوله لاباس يا خويا لاباس بها الدوله، فماش ازمه، وين الازمه؟ هذه هو المشكل جوستومون، سي لا كونتراديكسيون هذه. انا باش نجاوبك على السؤال هذا المهم، لكن مش حاب نجاوبك على سؤالك اللي سالته السي عياض قبل، والملاحظه اللي عملتها، قلت سي الحبيب السيد، وخاطر هذه نقطه انطلاقه حسب اعتقادي مهمه للغايه. قلت سي الحبيب السيد خرج في قدام مجلس النواب، امام مجلس النواب وقت اللي نهار اللي باش يقع سحب الثقه، واعطى وضع اقتصادي وركز على الارقام. شو هما الارقام اللي ركز عليهم؟ كان لاحظتوا ركز على زوز ارقام، نسبه التضخم المالي اللي تعطينا فكره على مستوى ارتفاع الاسعار، ومعناتها لي ريزيرف اون ديفيز الاحتياطي العمله الصعبه. واش قال سي الحبيب السيد؟ قال راهو تقولوا نحن فشل الاقتصادي والامور الاقتصاديه مش باهي، هاو نسبه التضخم المالي انخفضت من فوق 5% لتحت 4%، وهاو مع احتياطي العمله الصعبه في 110 يوم. باهي انا موافق الارقام اللي اعطاهم سي الحبيب السيد، لكن هنا فين تصير المغالطه، كي واحد يعطيك ارقام وما يفسدكش الارقام كما يلزم، معناتها يقف في الارقام فقط، هنا فين لازم المواطن التونسي ينتبه به. ان شاء الله سي الحبيب السيد ما كانش المغالطه بسوء نيه. نبدا لك التضخم المالي، التضخم المالي صحيح طاح تحت 4%، اما مش على خاطر تحكموا في الاسعار، لا، على خاطر المقدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي انخفض 40%، وهذا رقم من عند المعطى الوطني للاحصاء، وعلى خاطر الطلب انخفض. كي الطلب ينخفض مقابل العرض حتما الاسعار باش ينخفضوا. اش معناتها؟ معناتها المواطن التونسي ما عادش يستهلك كما قبل،
ما عادش قادر أنه يستهلك كما قبل. هذاك علاش الأسعار انخفضوا نوعا ما. زيد على هذايا برميل النفط، كي برميل النفط ينخفض هذا ينعكس معناتها على مستوى الأسعار اللي ينخفضوا، هذا الكل خلى الأسعار إجمالا ينخفضوا. معناتها مش أنت من جراء سياستك الحكيمة وقرارتك الناجعة توصلت للرقم هذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احتياطي العملة الصعبة صحيح في 110 يوم، أما منين جاي؟ جاي من الاقتراض الخارجي، كل مرة يصبوا له كريدي من برا بالعملة الصعبة يزيد في احتياطي العملة الصعبة. لكن الكريدي هذاك شو باش تعمل له انت؟ تشوفها لو كونسومي باش تستهلكوا وباش ترجعوا بالعملة الصعبة وباش ترجعوا بنسبة فايدة. دونك الاحتياطي العملة الصعبة وقت ايش يتحسن؟ وقت اللي السياحة تتحسن، وقت اللي التصدير يتحسن، وقت اللي الاستثمار الخارجي يتحسن، وقت اللي المواطنين في الخارج يبداوا يعطينا ثقة في الاقتصاد نتاعنا ويبعثوا فلوسهم لبرا، وقتها الاحتياطي يتحسن. دونك هنا في قراءة الأرقام لازم نردوا بالنا، وهذا اش طالبين من يوسف الشاهد؟ طالبين منه أنه يجي يصارح الشعب التونسي ويعطيه تشخيص واضح وبالأرقام السلبية والإيجابية. ينجم يكون عنده بعض الأرقام الإيجابية ما ملوموش في هذا، يعمل قراءة موضوعية. باش نجيك هنا للميزانية نتاع الدولة اللي معضلة كبيرة. علاش معضلة كبيرة؟ خاطر تو نحنا فينا تو ما تجاوبنيش على الميزانية برغم باش نقول لك سؤال على زيت الكونتراديكسيون اليوم، كيفاش احنا في وضع اقتصادي سيء وعندنا مسؤولين يضعفوا شهريهم في خاطر؟ باش نجاوبك اليوم في بالكم الميزانية هاو يعرفها سي عياض لواد فينونس انيسيال، معناتها قانون المالية الأصلي لحد الميزانية 2016 وسيء وفات، ما عادش باش يكملوا به العام. الميزانيه اللي حدوها وفات معناتها في الموارد والنفقات زادوا، دونك لازمهم اليوم ميزانيه تكميليه. التكميليه وقت ايش يعملوها؟ تو نحن في شهر اوت والحكومه حتى تتنصب وجي شهر سبتمبر العام بريسكو فات ديجا ياخذوا في الفيزا. دونك هنا توقعات غلط، خاطر سعر الدينار والبرميل نتاع النفط وتوقعات نتاع النمو معناتها بعيده على الواقع اللي صار. دونك اليوم لازم قراءة تكون أكثر عمق وموضوعية فيما يخص معناتها تحديد الميزانيات. بالنسبة للأجور، الأجور وسي محافظة بنك الميزانية، تعرف شي سي خليفة قداش اليوم حجم الأجور في الوظيفة العمومية؟ ما يمثل 14% من الناتج المحلي الخام، 14%، هذا الرقم الرسمي اليوم. 14% من الناتج المحلي الخام أجور. 14% في بالكم تو نحن في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو نتبعوا فيها، رقم قياسي، عندنا رقم قياسي دولي في حجم الأجور في الوظيفة العمومية. به هنا هالحجم الأجور ما قلناش لازم تنحي ولا تنقص ولا ليه، قلنا راهو مش معقول أنه تقع انتدابات معناتها في مواقع اللي ما فيهاش حاجة انتداب ومواقع أخرى فما حاجيات، والكتلة تكبر بطريقة هذية وانت ماكش تخلق في النمو وتخلق في موارد جديدة وترقى تصرفات كيما تصرفات سي محافظ البنك المركزي اللي بدل القانون تاع البنك المركزي لستاتيو ولا مسمي روحه هيكل مستقل. بيفسر لنا استقلالية شنية بالضبط؟ معناتها انديبوندون بارابورا كي بارابورا كوا. وهو السيد مازال البنك المركزي معناتها يضغط على البنوك باش يمولوا الميزانيه نتاع الدوله، معناتها فين الاستقلاليه هنا؟ الى حد هذه اللحظه البنك المركزي انديريكتومون مازال يمول في الخزينه نتاع الدوله. به وهنا جاء عمل سي محافظ البنك المركزي هذايا معناتها كونفيرمي، وماذا بينا كان البنك المركزي عندهم ما يخالف ذلك يعطيونا المعلومه. ايش صار؟ صار في المجلس الاداره الاخير اللي وقع تغييره مجلس الاداره الاخير دونك صار انه معناتها فرضوا ومحافظ البنك المركزي اقترح انه يقع إعادة نظر في مستوى الأجر نتاعو اللي هو كان عنده مع تجارة العادة أنه محافظ البنك المركزي عنده رتبة وزير وامتيازات وزير، دونك ياخذ في 4,560,000. قديش زاد توا ولا يحب؟ هو حب 30 مليون معناتها ضارب أكثر من خمسة وافقوا له على 28 مليون. ونائب محافظ البنك المركزي مجلس الإدارة نتاع البنك المركزي، ونائب المحافظ البنك المركزي كان عنده رتبة نتاع كاتب دولة وياخذ في شهرين نتاع كاتب دولة، توا ولا ياخذ في 24 مليون. هل يعقل هذا؟ معناتها فين المصداقيه هنا؟ كي يخرج انا في بالي محافظ البنك المركزي ما بيناتنا هو في التقاعد توالي 20 سنه ولا قداش، في بالي بيه ما يخش شهري والله، في بالي بيه يتمزق قاعد على الدوله التونسيه، فهمتي؟ طلع ياخذ في شهريه وزير وزيد عليها فهمتي ضربها في الخمسه. خليفه وقت اللي تسال في افريل، خليفه وقت اللي تسال في افريل محافظ البنك المركزي في مجلس الشعب على شهريه وتطرح الموضوع هذا، قال استحي من ذكر مرتبي 4 ملايين ونص كانوا يحشموا، اليوم يظهر لي ما عادش باش يحشم باش يقول 8. تعليقك خليفه اليوم نحكيه على معز يحكي لك على مديونيه وفما مطلبيه وعباد تحب تخدم واساتذه نواب ومعلمين نواب يستناوا عندهم سنين وبعد يسمعوا مثال هكا ماناش مشكله، معناش مشكله مع شاد العياري، اما مع مسؤول اما نتبعوا المؤشرات والسياسات. وقبيله كنا نحكيه عن السيد رئيس الحكومه اللي هو تصريف اعمال والسيد رئيس الحكومه المكلف، لاحظ انه ولا حكومه جات مشات في سياسه تقشفيه
ولا حكومة راجعت مرتبات الوزراء في الدولة التونسية اللي تعمل بها كل الدول اللي تعيش أزمات كبرى طبعا. يعني السياسة التقشفية فيما يتعلق بهم هما كمسؤولي دولة ولا واحد فكر فيها، ولا حكومة استطاعت أنها تفرض قضية ديكلاراسيون بتاع الممتلكات على كل فريقها الحكومي. علاش؟ تلقاو يمكن نسبة كبيرة متهرب ضريبي هما من قبلهم. يعني إذا كان باش تصارح الشعب التونسي، باش تصارح الشعب التونسي يلزمك تصارحه، في مقابل ذلك تقوم بسياسات تبين أنك تقرب من وضعه هو، تقرب منه أنت كمسؤول باش على الأقل يقبل بيك. إذا كان أنت ماشي في سياسة تخصك أنت مختلفة كلية مع ما يعانيه الناس، مش ممكن تقنع الشعب التونسي. مش حتى قضية الشعب التونسي، فاش حاب تقنعني أنا وقت اللي أنت موظف الدولة يضاعف في مرتبه ويجي الخدام العادي إلى اليوم في القطاع الخاص سي معز، إلى اليوم في القطاع الخاص زيادة فات 10 أشهر أو 11 شهر تو لم تمضى اللي هي 6 دينارات و10 دينارات. يا يعني كيفاش تحب تقنعوا الشعب التونسي؟ ما قلنا ثم مشكل نتاع كوميونيكاسيون، راه مش نتاع واحد كيفاش يحكي، مش قاعد يحكي للناس. كيفاش تحب تقنعوا انت الاتحاد العام التونسي شغل مطالب الان رسميا باقرار سلم اجتماعي، ولكن كيفاش باش تقنعوا قدام الناس؟ تقولوا لا انت تقبل ما تزيدش المعلم او الفرملي ولا الموظف العادي ولا الخدام في مرمى ولا في شانتي ولا مقاول ولا مع مقاول وغيره، وتزيد الوزير وتزيد الكاتب الدوله وتزيد مدير محافظ البنك المركزي وتزيد النائب في شهريته وغير. هذا من الاول اجراءات بسيطه. علاش؟ لان الوضع الاقتصادي سيء. مش كان يقوله لنا الخبراء الوضع الاقتصادي سيء في قبيل مرتبك ومرتبي، اش قاعد يصرف هذا المرتب في حياتنا اليوميه؟ قاعد يلحق ولا تحس الفلوس مجرد اوراق موجوده تضخم ما عندها حتى قيمه؟ تقول عندي 100 كما عندك 1000 دينار كيف كيف، ما عندهم من يوصلوا. اذا الوضع الاقتصادي ما تطلبش فلسفه كبيره كون الوضع الاقتصادي سيء، لكن هل يقدر رئيس الحكومه المكلف ان يصارح بالوضع الاقتصادي اللي هو بدوره كان جزء من حكومه بينت عجزها في هذا المجال؟ واضح. سي عياض نرجع لك بعد التقريب تجاوبني، شنو هي ابرز التحديات اللي تنتظر اليوم؟ خلينا قلنا نمشوا للمستقبل، شنو هي ابرز التحديات السريعه جوستومون اللي تنتظر يوسف الشاهد؟ خلينا نشوف يوسف الشاهد شنو دار يعني والجوانب الاقتصاديه في المفاوضات، نتفرجوا في التقرير ثم نعود. الوضع ماهوش ممتاز وفيه اشكاليات عديده وعده اشكاليات هامه وجوهريه، واللي يقول العكس راهو يكذب. اليوم ننطلق في مرحله جديده. مرحلة جديدة تتطلب منا جميعا مجهودات وتضحيات استثنائية، تتطلب منا جرأة وشجاعة ونكران الذات، وتتطلب منا حلول خارجة عن الأطر العادية. كل هالتصريحات وغيرها من المسؤولين والخبراء تنبئ بسنة مالية صعبة، بل قد تكون الأصعب لحد ممكن تتجاوز فيه الوضعية الاقتصادية للبلاد اللي كانت عليها سنة 1986. الكلام هذا ما جاش من فراغ، حيث تشير جميع الأرقام على اختلافها وتباينها لصعوبة الوضع الاقتصادي اللي تراجع النمو متاعو 2% واللي تعتبر نسبة ضعيفة جدا أمام ارتفاع نسبة النفقات وتقهقر قيمة الدينار. نسبة العجز في ميزانية 2016 من المنتظر إنها توصل 6.1، وينتظرنا عجز آخر بقيمة 9% في ميزانية 2017، وهو ما يعني ضرورة الترفيع في الاقتراض من الأسواق الخارجية اللي باش يوصل لحدود 8871 مليون دينار، مع اعتبار قيمة الدينار اللي يتواصل انخفاضها. وهذه أرقام مذكورة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والصادرة عن وزارة المالية. المذكرة أيضاً كشفت مجموعة من الإجراءات اللي لازم تنفيذها بشكل عاجل تقليص العجز، وتنقسم الإجراءات زمنياً لزوز فترات. فترة أولى ما تبقى من سنة 2016، إعادة النظر في قرارات الانتداب أو إلغائها، إيقاف فوري للمفاوضات الاجتماعية، إمكانية إلغاء فتح المناظرات المبرمجة أو اللي بصدد الإنجاز، إلغاء صرف منح الإنتاج غير المدمجة في المرتبة، وإيقاف صرف الملاحق لوزارة التربية. كل هالإجراءات مش باش تمكننا من تجاوز العجز، بل تمكننا من تخفيضه للنصف تقريبا، من 350 مليون دينار ل 170 مليون دينار. الفترة الثانية سنة 2017 وتتلخص في ثلاثة إجراءات
زيادات عاجلة، تعليق القسط الثاني من زيادات في الأجور أو تأجيل صرف القسط المذكور، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاستثنائية للتحكم في كتلة الأجور، بما معنى عدم اللجوء للانتدابات وعدم التعويض للمحالين على التقاعد وإيقاف تعويض شغورات الاستقالة أو الوفاة أو الإلحاق والتحكم في برنامج الترقيات إلى غير ذلك من الإجراءات. وضع اقتصادي صعب وإجراءات تتطلب جرأة كبيرة ووحدة وطنية حقيقية وتوافق كبير خاصة مع الأطراف الاجتماعية. يوسف الشاهد كان أشار يوم تكليفه لمصارحة الشعب حقيقة الوضع وبضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية، فهل أن هذا يعكس وعي بالأزمة اللي تعيشها البلاد؟ وهل تعكس مشاورات تشكيل الحكومة وعي واستعداد حقيقيين للتصدي للوضع هذا؟ إذا نعود للبلاتوس وعاد نجدها باستقبال سي معز جودي الخبير الاقتصادي وسي عياض ظلومي الخبير المحاسب ورئيس الشرفي لهيئة خبراء المحاسبين. سي عياض، يعني مستقبلا ما هي أبرز التحديات السريعة على الأقل في الأشهر القادمة؟ لأنه أكثر المتفائلين يتوقعوا ربما احتجاجات مع 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 البرد، يعني مع مع ديسمبر جانفي قد تحت، يعني العباد نزلت لها صيف ورونتري ما بعد باش تذكروا الوضعية. شنو الإجراءات أو التحديات السريعة اللي تنتظر حكومة يوسف الشاهد؟ شوف، هي بالفعل هو فما تحس فما صراع مع الزمن اللي قبل ما تجيه الاحتجاجات الاجتماعية لأنه لا مناص منها. لكن أنا ديما متفائل، نقول ممكن كان ياخذ القرارات اللازمة وكان الناس كل تتحمس مع بعضها ممكن نمنعه راهو، لأنه بالفعل راهو الوضع كارثي. أنا قلته لكن الحلول موجودة. أنا كان أول كلمة قلتها لك راهو الأزمة متاع مالية عمومية وليست أزمة مالية، معناها ببساطة الفلوس موجودة في البلاد، يلزم لوجيني بوليتيك باش ترجعها. كل الفلوس هذيك تدخلها للسيركوي ديما، هذه أنا نأكد عليها. نجم نهزك البلايس تلقى فلوس اللي ما تلقاهمش في ربما في البنك المركزي. هما بيدهم يعطيو في ارقام من قبيل 50% اكثر من 50% من الناتج القومي الخام خارج المنظومه، يعني دولان فورميل. انا نقول فما ثلاثه معناها عرس نجم يبني عليها السيد رئيس الحكومه المكلف في الاستراتيجيه نتاعو. اولا موضوع التدين، موضوع التدين اساسي لانه احنا خذينا تدين كبير، معناها بطريقة مكثفة وقصير المدى، قصير المدى بحيث صارت التلمل كلهم في الأقساط متاع 2017. هذه تحدي رقم واحد. تحدي رقم اثنين هو ارتباط هالتدين بمسألة أخرى وهي السيادة الوطنية. ما هوش معقول باش نفرطوا اليوم في السيادة الوطنية، لأنه التدين هو الطريق لدخول المستعمر، قولوها وليست لغة خشبية، هذا ثابت في السياسات كلها وفي الاقتصاديات كلها. الحاجة الثالثة هي موضوع الفساد، وأيضا قراءتي أنا وأنه الفساد مرتبط بلوبيات دولية وعالمية. فالثلاثة نقاط هذوما نعتقد أنهم ينجم يكونوا الركيزة بتاع السياسة الاقتصادية. تعوض التدين سيعيات سيدي، التدين كيفاش تعوضهم؟ دي بنرجع علاش قلت ثلاثة مربوطين ببعضهم. لما انا نتوجه للسوق الماليه الداخليه نتاعي، انا قبيله كي قدمت لك الرقم تاع 9 مليارات دينار قلت لك راهو اكثر من 60% منهم بالعمله الصعبه، وهذا خطير. فما اقتصاديات شبيهه بينا ماهمش مقترضين بالعمله الصعبه، نسمي المغرب نسمي لبنان، احنا المارج دو مانوفر نتاعنا ولات ضعيفه بالطريقه هذه. وتعرف نسبه الاقتراض مربوطه بسعر الفائده، سعر الفائده مربوط بسعر الصرف. صحيح، معناها مش كيما تسلم بليان الياباني اللي هو ماشي ويطلع مثلا، حتى كان يعطيك نسبه فايده سالبه باعتبارك الفرق العمله الصعبه باش تقدر تخلص في نسب مشطه. لما تتوجه للسوق الداخلي تكون الامور اسهل وتحافظ على السياده الوطنيه نتاعك. ربما هذا جزء من الحلول، جزء من الحلول هو تدميه الاليات نتاع الاقتراض الداخلي، معناها بريزيرفي ليبارني ريجيونال باش نقولها بالفرنسويه خاطر للاسف احنا خدمتنا صناعتنا هكا. لما انت تصنع اقطاب على جزء من الحل قلنا هو انه الانتخابات الجهويه والمحليه، وكلمه حق تقال بالنسبه للسيد رئيس الحكومه المكلف في لما كان وزير الشيء المطلوب منه نتاع الانتخابات خدم الاوامر نتاعو وخرجها نتاع التقسيم. يبقى موضوع مجلس النواب يكمل خدمته، علاش قلت لك راهو ماهيش كان رئيس حكومه، راهو فما سلطه قضائيه وفما سلطه تشريعيه، هذو الثلاثه لازم يدخلوا. الحاجه الاخرى هو انه موضوع مثلا محاربه الفساد،
ما يخصش كان رئيس الحكومة، يخص منظومة تشريعية كاملة يجب أن تراجع من مجلة المحاسبة العمومية للمعايير المحاسبية اللي تعتمد في رصد ميزانية الدولة اللي ما يعبر عنه بالمركز المالي للدولة. نحب نجاوب سي خليفة بسرعة خاطر يلزم نخرج الشهر. الموضوع متاع رصد الموارد العمومية وقت اللي يقول لك البو مثلا وقت عنده صعوبات بالفرنساوية يقولوا يلفون لبيجو دلا فامي، فما صياغة متاع العائلة هذيك. أنت اليوم يجب نعرف شنو هو المركز المالي للدولة وخاصة الرصيد العقاري للدولة، ولهنا فما خدمة يجب تكون موجودة على مستوى أملاك الدولة، يجب نعرف وإحنا إيش عنا. البارح شفت في أحد القنوات تقرير على الأملاك متاع الأجانب مثلا ولا الأملاك المتداعية للسقوط، تحدث على 5000 مسكن. شوف قديش قيمتها كرصيد عقاري. واضح سعيد. لكن نحطها أنا هذيك للاقتراض العام ربما نحل جزء كبير من الميزانية. واضح. بحيث الحلول موجودة داخلياً. واضح. نأخذ رأيك معسف الحلول هذه وشي مقترحاتك مباشرة بعد الإشارة بعد ما استقبلوا أمين في نت نسمع بقاو معنا رجعين. مرحبا بكم في موعد جديد مع فقرتكم اليومية نت نسمة. اليوم مش نحكي لكم على الحجامة، أوكي مش الحجامة ومش الحجامة، الحجامة اللي هي طريقة استشفائية تقليدية عند السنين القدامى، موجودة زادة كسنة نبوية، طريقة استشفائية لكن المرة هذه شفناها في ريو 2016 عند السباح الأسطورة العالمي مايكل فيلبس. مايكل فيلبس La légende, 19e médaille d'or, excusez du peu, alors tout le monde le connaît par cœur, Michael Phelps, et pourtant, on a découvert des traces étranges sur son corps. De quoi s'agit-il, Thierry ? Ah oui, très mystérieuse, hein, ces traces rouges que vous allez voir ici, sur son dos, et puis surtout sur ses épaules. Alors, il ne s'agit pas d'une maladie de la peau, mais des effets d'une séance de cupping. C'est une technique ancestrale chinoise, vous le voyez, qui consiste à appliquer sur la peau des ventouses en verre, vidées de leur air au moyen d'une flamme. C'est une pratique qui permettrait, on va mettre un conditionnel, de faciliter la circulation sanguine tout en améliorant la récupération. نعملوا بوز من ريو 2016 نرجع لتونس على المستوى المحلي وين شفنا اليوم رئيس الحكومة المسحوبة منه ثقة مع رئيس الحكومة الجديد اللي قاعدين نستناو فيه في مشهد دراماتيكي فيه برشا حب فيه برشا رومانسية زوز بكرافتات أحمر كما سي حسين بالوعر اليوم المشهد هذا على إثره قررت أني نهدي لهم أغنية للزميلة والصديقة ألفة برمضان خلينا نكون أصحاب معدنا حباب وزعلنا حبيبي حرام نمرق مثل الأوراق خلينا نكون أصحاب لو حتى معدنا حباب نصيب حكومتنا رايضة ورؤساء رئيسي حكومتنا رايضين بلوتو ونرجع للأولمبياد ريو 2016 أول مرة فريق ما يمثلش دولة فريق يمثل اللاجئين فيه 10 رياضيين ومن الرياضيين هذو نلقاو السورية اللي اسمها يسرى مارديني عمرها 18 سنة أكهو وهذه هي حكايتها من غياهب المتوسط إلى أضواء ريو دي جانيرو حلم السباحة السورية يسرى مارديني تحول إلى حقيقة كاد قريبهم يغرق في عرض البحر لكن الشابة اتخذت قراراً بالقفز إلى الماء كي يبقى المركب عائماً وتنقذ الآخرين طبعاً صار موقف يضحك إنه هي ما بدأ أن ننزل على المي أنا نزلت على المي وصلت خانة والعالم عم تفرج علينا نحن عم نغرق ونحن عم تخانة أنا وإختي بإيد ماسكين وعم نسحب بإيد تانية ورجل صدر عرفتي؟ اسمها ساحة الصدر هي فهذا اللي صار في شوية زعل لأنه ما رح أحمل علم بلدي لازم تعرفوا أنه اللاجئين ما تركوا بلدهم لأنه هنن تخلوا عنا هنن تركوا بلدهم لأنه صار معهم شيء كبير ولا يسرى مارديني تمنيت أني تمشي تحت يافطة العلم السوري لكنها لقيت روحها في فريق مثل اللاجئين حول العالم يسرى مارديني هذا شنو قال لها ولد بلادها الفنان السوري قصي خولي أنا اليوم بدي أحكي على بطلة سورية الإنجاز اللي عم تعمله يسرى مارديني إنجاز عبقري إنجاز أي سوري وأي عربي وأي حدا بيرفع راسه فيه وبيعتز إنه هي الإنسانة هي بنت بلاده أنا كسوري يسرى مارديني بقول لك أنا بفتخر وبعتز فيك وقت تكون نت نسمة متاع اليوم وفات وانتم كالعادة تنجموا تفرجوا فيها في السيت اوفيسيال www.nesma.tv وتلقاوها زادة على الباج اوفيسيال فيسبوك نسمة
يعطيك صحة أمين على كل هالمعلومات. جوست نزلك معلومة، جنوب السودان، إثيوبيا، كونغو، سوريا هما الأربع دول اللي يمثلوا هالعشرة اللاعبية نتاع الفريق الليجي. نرجع لكم معز وسعياف، خلينا نسمع أكثر الخبراء اليوم. معز، يعني نعود إلى الوضع الاقتصادي في بلادنا، هل هناك حلول ممكنة؟ هل الوضع الكارثي اللي شخصناه في الجزء الأول فما حلول نجم يعملها يوسف الشاهد وفريقه الاقتصادي بسرعة كان تسمح؟ بسرعة، هو شنو اللي يهلك الاقتصاد باش نفهموا شنو ينجم يكون الحل؟ السياسة، السياسة والتجاذبات والخلافات، تضيع الوقت هذاك الكل والكلامات والسلامات والحكومات المتتالية اللي ما عندهاش برامج واللي تقوم على المحاصلة الحزبية واللي كل عام عندنا حكومة وتترسم الحكومة بتجي تفهم الملفات تجي حكومة اللي من بعدها. هل عدم الاستقرار هذا الكل معناتها مع العملية الإرهابية مع الوضع العام خلى الاقتصاد متاعنا ينهار؟ خاطر اليوم عندنا أزمة متاع شنو؟ عندنا أزمة متاع إنتاج. اليوم نقولها بكل صراحة، اليوم مانيش قادرين ننتجوا. الفوسفات متاعنا فينو؟ السياحة متاعي فيني؟ الفلاحه نتاعنا فيني؟ الصناعه نتاعنا فيني؟ معناتها مانيش قاعدين ننشو، ونسبه الانتاجيه لا برودكتيفيتي انخفضت في تونس بصفه مهوله للغايه. اليوم كان نشوفوا وثيقه كارتاج اللي وقع الامضاء عليها من طرف تسع احزاب وثلاثه منظمات، ونشوفوا الخمسه اولويات اللي حددها رئيس الحكومه الجديد، انا موافق عليهم 100%. ويا حبذا ويا مصاب كان هالاولويات والكلام اللي تقال في وتكتب في وثيقه كارتاج يقع تطبيقه. هذاك شنو طالبين؟ اش حدد هالكلام هذا واش قال؟ وهبش نقول لك على الحلول الخمسه. معناتها محاور اساسيه. المحور الاول ارجاع الثقه. الاقتصاد راه يقوم بالاساس على عامل الثقه. اذا الثقه منعدمه الاقتصاد ما ينجمش يدور. دونك ارجاع الثقه باخذ القرارات اللازمه وبمعناتها توفير الرغبه والاراده نتاع الحكومه الاراده السياسيه وفي نفس الوقت بتطبيق القانون. المحور الثاني وقالوا رئيس الحكومه جديد التوازنات الماليه. اليوم مش عندنا في تونس شنو الاشكال الكبير؟ ان كوميون دو ديفيسيت، معناتها عندنا تفاقم في العجز او كذكرتوه العجز نتاع الميزانيه نتاع الدوله قرب 6%. اليوم لازم يقع الحد ما هالعجز هذايا كوساسوا الميزانيه نتاع الدوله والميزان التجاري، وفما اليات نجموا نستعملوها، نقصوا في الواردات، زيدوا في الصادرات، نقصوا في النفقات العموميه ونزيدوا في الموارد. المحور الثالث، خمسه محاور كملهم بعجل. المحور الثالث اليوم بدينا نحن وبدات حكومه سي الحبيب السيد في معناتها حزمه نتاع اصلاحات. هالاصلاحات هذه لازم تتواصل، فما اصلاح جبائي لازم يقع، فما اصلاح منظومه الدعم، فما مجلس الثمرات الجديده، فما مجموعه الاصلاحات لازمها تقع. به المحور الرابع سياسه نتاع مشاريع كبرى. اليوم لازمنا دي جرون بروجي، سبعه ثمانيه مشاريع كبرى على كامل الجمهوريه تحرك بهم عجله النمو. والمحور الخامس والاخير هو محاربه الفساد بكل جديه ونجاعه. على خاطر الفساد سنويا يخسر فينا من ثلاثه الى اربع نقاط نمو. واضح. سعياف باش نقعد معك في النقطه الاخيره، فيو زاد انت خبير جامعة الدول العربية في موضوع الفساد، يعني وهذا اختصاصك، يعني الفساد اليوم كل تقول لك يخسرنا وهو أولوية، حتى أولوية ثانية سيد رئيس الحكومة في الأولويات نتاعو. هل ممكن اليوم الرغبة السياسية تعاون الاقتصاد نقطة يقاوموا الفساد؟ طبعا هو الفساد راه ما يخسرش كان ثلاثة ولا أربع نقاط، ثلاثة ولا أربع نقاط هذه الكلفة المباشرة، أما الكلفة الغير مباشرة يمكن إحصائها. معناها مثلا على مستوى الماليه راهو تشكل جزء من الفساد. لما انت تقترض، نذكر وقتها مره جابونا كريدي ساموراي، جابوا لهم واحد سمسار مش لازم نسميه نعرفوه احنا في السوق الماليه بنسبه عاليه وقتها 0.5%، هذه قبل 14 صفر وفرحانين 0.5%، في حين وانها نسبه كبيره برشا على خاطر الين الياباني باش يطلع. شوف قداش خذ عليهم هو كوميسيون. شو معناه كوميسيون؟ معناها رشوه، في حين وانه ممكن الاقتراض من اماكن اخرى. اصلاح الماليه، اصلاح الماليه لما يكون في منهج نتاع شفافيه، لانه كنت تحدث على محاربه الفساد قبل كل شيء لابد من الشفافيه. اصلاح الماليه ربما يتم عبر التخفيف في نسبه ال معناها التوظيف الضريبي، ربما كي تنقص الضرائب تنقص من التهريب. المثل اللي صار اللي عشناه في المشروبات الكحوليه، كي نقصوا فيها نقصوا في نسبه التوظيف تقريبا السوق الموازي اندثر. فالاصلاحات هذا هو شو معناها، راهو ماهوش بشرط هي تكون شعبويه ممكنة ولا ممكنها، وماهوش بشرط هي اليمه ممكن. انا نقول لك من جمله الاصلاحات وانك ترفع في الناتج في السميك، معناها الحد الادنى مش ممكن الناس تعيش ب 300 و 400 دينار، الحد الادنى نتفقوا عليه 700 دينار. خلي الناس تتفرهد، راهو الناس اللي يحكي عليها اللي يتحدث على قبيل على نسبة التضخم، احنا قريناها في اشو سي وفي المدارس بتاع التجارة، تسمعوني ليس هذيك، يعني يزيدك في شهرية وبعد يرفع في الأسعار وهي ماشي. انت تراوى انه فما نسبة تضخم تحكمت فيها، وفي حين وانه الطاقة الشرائية انهارت.
بحيث الحلول مرة أخرى تنطلق من الشفافية الكاملة وتنطلق من رصد الموارد. مرة أخرى الموارد موجودة في البلاد، لكن ما نعتقدش أن الموضوع يتعلق كان برئيس الحكومة، يتعلق مرة أخرى بالسلطة القضائية. يجب أن تكون سلطة بأتم معنى الكلمة، يتعلق بالسلطة التشريعية. النصوص نتاعنا كلهم راهم ديزويت، وخاصة مجال المحاسبة العمومية وهذه أعداد الميزانية تيتر 1 تيتر 2 منتهاة، لابد من موازنة حسب الأهداف والترشيد في معناها النفقات العمومية. يعني الموضوع الحلول موجودة، لكن لابد من الناس كلها تتعاقد. سعيد هذا بلاتو أول اقتصادي، سعادة جدا نعود نستقبلكم باش نفتحوا أكثر، خاصة مش حكيوا مجال الاستثمار اللي معطلة وعندكم ذولي ما تقولوا. خليفة عندي دقيقة نكملها معك اليوم، نمشي معك سياسيا نحكي. واليوم المفاوضات لم تناقش هذه المواضيع، ناقشت قديش أنت كيفاش تحب حضورك في الحكومة. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. يعني المشكل شو الخبراء في حكيون، شو السياسيين اللي مش يقدروا. رئيس الحكومة المكلف مش يعاني من ضغط كبير ياسر بمنطق المحاسسة الحزبية، والمشكل كل الطبقة السياسية ما زالت تفكر بهذه العقلية وما هيش واعي كونه احنا في مرحلة انتقالية. لذلك انا اعتقد بقدر انفتاحه على الطبقة السياسية والحزبية على رئيس الحكومة ان انفتح على اهل الاختصاص والميدان، يشوف الناس اللي يعانيوا في قطاع السياحة، يعيط لهم اللي عندهم دراية بالقطاع، طيب يعطيوه افكار الخبراء المحاسبين رجال الاعمال، يعني يباشر الناس اللي هم يعيشوا في الميدان ويبعد شوية على الضغوطات السياسية. صحيح جزء من التمشي محكوم بالحياة الحزبية وبالانتخابات وبالنتائج، لكن على الأحزاب أن تعي أننا ما زلنا في مرحلة انتقالية وما زال ديمقراطيتنا هشة بحكم هشاشة وضعنا الاقتصادي، وبالتالي الانتكاسة ممكنة إذا كانت ضربت الناس في معاشتها وبرك الاقتصاد ما عادش فايده في الانتخابات. شكرا لك خليفه، يعطيكم الصحه. سي عياض اللومي الخبير المحاسب والرئيس الشرفي لهيئه الخبراء المحاسبين والخبير المختص في مقاومه الفساد لدى جامعه الدول العربيه، شكرا لك. معز جودي سعاده جدا بيك الخبير الاقتصادي. غدوه تلتقيكم هنا ان شاء الله بعد شويه فدوى تقدم لكم الاخبار. شكرا لكم الناس كل، الى اللقاء.